مستمرين يا أحبتي في الحديث عن الأنتيديريفاتيفز وعن هذه المسألة، كيف نجد الانتجريشن أو الأنتيديريفاتيف لهذا الفانكشن. طبعا خلينا نعمل شوية تحليل، شوية تفكير عند هذا الجزء. هذا الجزء يجب أنه نتخلص منه بطريقة لائقة، وهي أنه راح أحوله إلى x to the 1 over 5. إذا كلنا بنعرف this is x to the 1 over 5 من قوانين exponents، لأنه عندي 1 وعندي الindex 5 فهي 1 over 5. فراقب، ما في عندي integration ولا شيء، راح أجل الانتجريشن شوي. عندي هاي الاكس وهي بريئة من كل ما بعدها، ماينس، شوف x to the minus 1 over 5. ليش minus 1 over 5؟ لأنه this is 1 over 5 بالdenominator، بس لما تروح للnumerator بتصير minus 1 over 5 times x plus 1. وهي الأقواس على x plus 1 بغاية الأهمية، والسبب هو لأنه هذا الdenominator لكل هذا الجزء، فلما نطلعه راح ينضرب بكل هذا الجزء أيضا. الآن يا أصدقاء راح نوزع هذا x to the minus 1 over 5، نضربه هون أو نضربه هون، يستخدمين ما يسمى distribution law. so عندي هون بعد لسه ما بنعمل integration، عم نجهز الفانكشن minus x times. طب عندي x to the minus 1 over 5 times x to the 1، رح نيجي هون ورح نجمع هذا الباور لهذا الباور. عندي هون minus 1 over 5 plus 1، بإمكانك تعملها بالكالكوليتر أو من تلي، وأكد كل طالب حسب إمكانياته وقدرته على المنتل ماث. عندي this one 4 over 5، عندي minus x to the 1 over 5 minus 1 over 5 1، عندي مبدئيا minus plus it will be minus then 1 times x to the minus 1 over 5 then x to the minus 1 over 5 dx. الآن لا يوجد ما يمنعني من أني أبدأ أعمل integration. so عندي x to the 1 راح أزيد هذا الباور بمقدار 1، راح نزيد هذا الباور 1، وراح نزيد كمان هذا الباور 1 حسب قانون x to the n. so it will be x to the 2، وهنا نكتب 1 over 2 minus x to the 9 over 5، وهنا 5 over 9 minus x to the 4 over 5، وعندي هون 5 over 4 plus c، وانتهت المسألة. طبعا يعني احنا لما بنجمع minus 1 over 5 plus 1، بإمكانك تعمل براكتس على هيك أشياء أو بإمكانك تستخدم الكالكوليتر. وأكد هذه تعتمد، تختلف من طالب لطالب. في طلاب مباشرة بجمعهم، في طلاب بيستخدم الكالكوليتر، لا هذا عيب ولا هذا عيب، لكن هي إمكانيات مختلفة عند الطلاب. خلينا نشوف المسألة التي ستلي. هذه المسألة أيضا مسألة غنية وجميلة، سنتعامل مع x squared minus 3x plus 5 over cubic root of x. ابقى معنا وتابع الحل، وشكرا لكم.